هذه السيارات كلها واقفة عشان البيت. البيت طبعا سووه حديقة وصار مزار ومنتزه، واليوم السبت عطلة فزحمة يصير. هذه الضاحية تبعد عن وسط كييف نص ساعة تقريبا، جميلة وهادية وبيوتها فخمة ومبينة كلها حديثة البنيان. يعني البيوت اللي قبل شوي صورتها من السيارة نفس المستوى هذا بس ما كانت واضحة، يعني واضح وايد فخمة البيوت هذه وجميلة، وكل بيت له حوش حديقة حوله. البيوت هذه السكن فيها تجربة جميلة، سكنت مرة ببيت كذي تكون يعني مبنية على النمط الأوروبي لكن بطراز يعني هذا التقليدي تقريبا، هذا يكون تقريبا ذكي فخم. جميلة هذه مثل ما قلت لكم حي راقي جدا، صافطين بعيد احنا من كثر الزحمة عشان نوصل المكان بسبب ان اليوم سبت على الزحمة وكثر السيارات، الا ان الحي هادي جدا جدا ما اسمع شيء. بيع التذكارات عند المدخل، هني مدخل البيت وهذا بيع التذكارات. شوف حاطين مناديل تواليت الله يكرمكم، صورة الرئيس الروسي وصورة هذا اللي انحاش اللي الحين داشين بيته، اقتحموا بيته وخلوا مزار كعبرة للناس والناس تدخل تشوفه، حاطين له ورق تواليت. نمط الثورات واحد دائما، الإساءة للخصم والسخرية منه والحط من قدره. طبعا هذيل الأوكرانيين تدربوا في صربيا بأكاديمية تغيير قبل لا تعرب، بعدين تعربت أكاديمية تغيير وصار لها فرع والحمد لله صك الحين فرع عربي، بس بالبداية تدربوا بصربيا وكانت التجربة الأولى بأوكرانيا اعتبروها ناجحة اللي وقفوا خلف أكاديمية تغيير وحروب لا عنف، نفذوا النموذج بعدين العربي اللي صار مصر وتونس واللي شفناه، وإلى أن الحمد لله يعني الله فشل مساعيهم وانتهوا. هذه الثورات خذت نموذج يسموه حروب اللا عنف، ألفها شخص اسمه جين شارب، سوالها منهج وألفها. جين شارب هذا يهودي أمريكي أخذ أساليب غاندي، شون غاندي كان يحارب الاستعمار الإنجليزي بدون عنف، يعني يجيب ربعه 2000-3000 واحد يقعدون على الأرض بتقاطع رئيسي بومبي ويعطلون يشلون الحركة. فإذا يا الشرطي الهندي اللي يفترض أو يعني هو تابع للاستعمار البريطاني يحاول يوخرهم أمام التصوير وأمام الإعلام، هم قاعدين والشرطي قاعد يطقهم وهم قاعدين، فيعتبر أن اعتدى على عزل على ناس ما مارسوا أي عنف. لكن هذا اعتبر بأن أسلوب ذكي يعني سموه بهالطريقة، لكن هو أسلوب خبيث يشل البلد يسوي عصيان مدني لكن بدون سلاح. هذه أسوار البيت والحين داشينا مثل ما قلت لكم صار مزار عام وحديقة بيت الرئيس. الرئيس بنى كل الضاحية اللي برا شفتوها راقي هذه أو يعني وزعها وخلاها سكنية عشان هو يسكن في طرفها. الرئيس اللي كان يملك البيت اسمه يانوكوفيتش، وهو هارب حاليا من ذاك اليوم إلى اليوم في روسيا. هذا أحد المباني اللي صورناه من وراء، وهذا مبنى ثاني وغابة مطلة على البحيرة أو النهر. القصر ضخم جدا، تتجول فيه تقدر مشي وتقدر بسيارة جولف من كبره. فاللي وصلوا لهني وطردوا الرئيس هي ميليشيات شعبية، الشعب لما سووا ثورة وفوضى وعصيان مدني وشلوا البلد سووا ميليشيا جيش سموه جيش الثورة أو جيش الشعب، واقتحموا فيه بيت الرئيس وانحاش الرئيس. المهم أنه للحين ماسكين المكان عند الباب قبل شوي في عسكر اثنين نظاميين وواحد من الميليشيات، إذا طلعت وما نسيت بصورهم لكم. هذا البيت الرئيسي اللي هو مقر الإقامة الرئيسي، مكان نوم مكان المعيشة، وقلت لكم القصر كبير وعبارة عن مرافق كثيرة. هذا البيت من قدام وحديقته وبحيرة صغيرة قدامه ونوافير يعني
شيء. ولو خيرنا مثلا بين أن واحد يأخذ من مقدرات الشعب ويبني كذي ويعيش العيشة هذه ويترك الشعب يواجه مصيره، أو أن يزال مثل ما أزيل الحين ويصير الدولار ب27، فايش رايكم؟ يعني ضد احنا الثورات، لكن بنفس الوقت ضد الظلم. فالتغيير ما يصير بالثورة وبالفوضى، والعمل الفوضوي لا يمكن ان ينتج اي شيء منظم. انت تبي تنظم البلد، تبي تصنع البلد، مو بعمل فوضوي، مو بثورة، مو بمظاهرات، بعمل منظم. هذا البيت طبعا الرئيسي مثل ما قلنا كان مفتوح للدخول داخل، ناس تدخل غرفة النوم وتشوف بيته وقراجه وسيارته وكل شيء، كل تفاصيله من داخل، لكن ظاهر مغلق عشان كورونا. من داخل فخم جدا لدرجة أنه حتى يعني دورات المياه والأمور هذه كلها مذهبة، والديكور يعني كلها مطلي ذهب. احنا مؤمنين ومتأكدين يعني أكيد هذه مقدرات الشعب، يعني ما في أحد يقدر ينكر هذا الشيء. لكن مثل ما قلنا يعني كان في جزء من مقدرات الشعب مسروق. مثلا اليوم الشعب الدولار ب27 ملاقي ياكل، فهم ما صلحوا الحال، يعني كانوا خلينا نقول خسرانين 1-2%، خسروا 10% حين، يعني إذا على فرض، أو إذا كانوا مثلا 10% من مقدراتهم مسروقة ومتمتع فيها شخص واحد، اليوم انخفضت قيمة مقدراتهم كم عاد عليكم الحسبة، كان بسبعة قريبا الدولار وصار ب27 اليوم، طبعا وصل في فترة 37 فتعدل صار 27، مستقر صار لسنوات. احنا الحين دخلنا من هني ووصلنا عند القصر هذا، وصلنا نقطة هاي 12 كبر المكان، احنا اللي شفناه بس يهول، طالع كبر المكان هذا كله قصره، من كبر وضخامة المكان طبعا ما يبين آخره. ما قدرنا صراحة ندل شيء من كبره، فبنرجع بنحاول ناخذ سيارة جولف مع مرشد عشان يمكن نلقى شيء مفتوح من المرافق ندخل داخل. المهم الفكرة ان لما يصير الموضوع داعي الموضوع او دافع الموضوع عناد، يعني هو ليش سارق؟ احنا نقرنا سارق. ليش فاسد؟ نقرنا فاسد. ليش هو سارق وفاسد؟ احنا ندمره وندمر بلد معاه. هذه راح تكون النتيجة. انت راح تدمره، لكن راح تدمر حتى فلوسك. اذا سبعة وصارت 27، يعني تقريبا فلوسك تقلصت الى الخمس، يعني اللي عنده 1000 صار عنده 200 بس، وانت وهي بجيبك الفلوس، او وهي بالبنك، او وهي مستثمرة في مشروع معين، انت بخرت منها 4 أخماس، يعني 80%. هذا اللي تسويه الثورات بدون تسوقها العواطف بدون عقل، فخلاص عناد ياخذ الموضوع. وهذا اللي حاصل باكثر مكان، واغلب الناس اللي ماخذ الموضوع ماخذ عناد، مخالف ندري ان هذا يدمر، بنسويه عشان ندمر فلان، عشان نعتقد انه فاسد. قد يكون فاسد وقد ما يكون فاسد، اقاويل اشاعات، مثل الاشاعه الشهيره اللي في الثوره الفرنسيه اللي قالوا زوجة الملك شافتهم متظاهرين، قالت ايش فيهم؟ قال مو لاقين خبز، قالت خلي ياكلون بسكوت او كيك. فبعد سنين حقق صحفي ولقى ان هذه اشاعه اطلقوها هم ثوار عشان ياجون الشارع. فالكثير في فساد، بس الكثير من الاخبار يكون الغرض منها وداعيها هو تاجيج الشارع. شوفوا هذا الحين اللي على اليسار من الجيش الشعبي، من الثوار، وهذيل الجيش النظامي هو اللي اخذ تذاكر، هو اللي جاب الموضوع، يعتبرونه انه ملك الشعب، وهذيل الجيش النظامي قاعدين معاه. فماخذين هذيل الثوار القصر ورافضين يسلمونه، يعتبرون انه ملك الشعب وخلاص مستولين عليه. هذا باقي ثلوج اللي تساقطت قبل كم يوم للحين موجوده ثلوج. وهذا شوفوا سوق القصر قاعد نمشي بالطرف، شوف شطوله. هذا الجيم ماله، هذا المبنى كله الجيم ماله، مع انه ما يلعب رياضه. طبعا انا اقول اللي معاي اقول لا تصدق كل شيء، لان ما نكذب ولا نصدق، نسمع هالسوالف القصص لا نكذبها ولا نصدقها. الحين احنا قاعد نمشي على السور من برا.
مساحة القصر 140 هكتار مساحة كاملة. مثل ما قلت لكم احنا ما نصدق ولا نشذب، لان قد ما تدري يختلط الحق مع الباطل، كلها يكون في اشاعات في كلام فاضي الله اعلم. الروايات اللي تذكر ان هذا ملعب جولف يقولون انه يملكه وما لعب فيه الا مره على سور قصره، هذا قصره وهذا ملعب جولف. وانا ما اكذب لان ما احب اصدق الثوار او الدورات، لكن قلت لكم لان ثبت ان كثير منها اشاعات وغير صحيح. كلام قالوا على حسني مبارك انه عنده فلوس بسويسرا ومليارات، طلع ما في شيء. كلام يعني في اشياء حقيقه فعلا، في اشياء لا ثبت انها يعني غير صحيحه، فهم خلطوا الجد بالصج عشان انتقاص من خصومهم. هذا اسمه بحر كييف، هذا جوانب القصر وقفنا شوي، هذا يسمونه بحر كييف. هذا اللي تشوفونه امواج وشوفوا ايش ضخامته ما يبين اخره، هذا نهر شقوه الاتحاد السوفيتي عشان يغذي المزارع ويغذي يعني يوصلونه مناطق معينه لغرض زراعه. يسمونه بحر كييف من كبره، من ضخامته، وكنا بحر يعني شواطئ ودنيا. انا للحين قاعد نمشي بالمرافق القصر، يعني هذا بيت مثلا خاص انه قاعد يرتاح فيه، يشرب قهوه، يشرب خمر. في مبنى ثاني كبره مرينا عليه قبل شوي بس حق الحداق. في مبنى ثالث مطعم اذا على ضيوف ولا شيء، وكان شوي جريل. هذا الجراج بس السيارات الخاصه، عنده 37 سياره انتيك، وهني سكن العمال والسواق هذا واللي فوق. اللي حصل بأوكرانيا مثل اللي حصل بالاتحاد السوفيتي، ان بعض النافذين والتجار اتفقوا لما انتهت الاشتراكية، اتفقوا على شراء يعني المصانع اللي كانت تملكها البلد والمرافق والمباني، ويعني كل الاقتصاد كان تملكها البلد. فاتفقوا التجار نفذوا الخطة هذه هني وبالاتحاد السوفيتي وبكل مكان دول اشتراكية، اغلب الدول الاشتراكية يعني. بس هذا اللي حصل مع الرئيس هذا، انه اتفقوا انه يشترون المصانع هذه بدون يعني هي راح تطرح بالمزاد العلني. فقال لين ليش ندش نزاود على بعض؟ انت ادخل مصنع الفلاني لك، حط $1,000، هو يسوى 10 مليون، حط $1,000 ما حد يزيد عليك تاخذه. هذه سياراته، بعض سياراته هني مدخل الجراج. هذي اللي وراي العسكريات من الجيش الثوري اللي تكلمنا عنه، جيش الثوار. المهم نكمل واحنا نصور السيارات. فهذه كلها انتيكات يملكها هو، سيارات نادرة وانتيك. الشاهد من الكلام انه فقلنا شنو، هو دخل مع هذيل بالتحالفات هذه واشترى مصانع واملاك. هذه سيارات بعضها ضد الرصاص، بعضها طبعا كاستم ميد، طلبيات خاصة. فدخل بالموضوع هذا واشترى مصانع واشترى مقدرات برخص التراب وهي تسوى مليارات. فهو أصلا دخل الرئاسة وعنده ثروة بسبب هذا الأمر يعني اللي حصل هني وحصل بالاتحاد السوفيتي. فيعني مو ما دخل فقران، ما دخل فقير، هو أصلا ثري وثري جدا. السيارات الروسية هذه بمقام الروز رايز أيام الاتحاد السوفيتي، صناعة سوفيتية طبعا، حديد صجي. شوفوا شلون فخامتها، تخيل سنة 82، هذه 86 مو 82، بس هم 86 وبالفخامة هذه شيء صراحة. وهذه 82 أظن، هذه ملك الرئاسة الظاهر لأنها سيارات رئاسية. هذه طبعا سيارات كلها عسكرية سوفيتية الصنع. في كان تنافس محموم بين المعسكرين الشرقي والغربي، هذه يمكن أمريكية. المهم أن مشهورة السيارات السوفيتية بالمتانة. في تفاصيل بعد ما وقفت عليها، ان الرئيس هذا الهارب رافع قضايا لاستعادة حلاله يعني
لكن ما أدري عاد صار عليها وين وصل الموضوع. المهم الشاهد من الكلام إنه بدون قضاء بدون محكمة بدون فرز لأملاكه الخاصة وأملاكه اللي سرقها بدون شيء، خلاص خذوا كل شيء حطوا يدهم عليه ولا زالوا يحرسونه ولا زالوا يرفضون حتى تسليمه للدولة ومؤسساتها. شوفوا لابسين عسكري وواقفين عند البيبان ياخذون تذاكر ورافضين يسلمونها، حتى الأملاك هذه والمباني رافضين يسلمونها للدولة. هذا السائق مال سيارة الجولف من ثواه، فنقوله ليش ما تسلمون القصر للحكومة؟ يقول إذا سلمنا القصر للحكومة احتمال تحكم للمحكمة إن يرجع للقصر، فإحنا ما نبي يرجع حتى لو تحكم المحكمة حتى لو بالقانون، يعني يملكه بالقانون ما نبي أخذه. Thank you so much. Thank you. Bye. هذه الجولة بثلدانية 300 تقريبا، يعني تقريبا 10 دولار. نقول له هذه الفلوس اللي تاخذونها انت، وفلوس تذاكر دخول وفلوس حتى المتحف سيارات له تذكره مستقله، من ياخذها؟ قال هذه ناخذها رواتب لنا وتنظيف المرافق. يعني للحين الثوار يسيطرون ويحطون تذاكر وينتفعون منها. الغاز جيت كبوسي لابسه عليه شعار الجيش الامريكي، يقول هذا ماخذه من جنرال امريكي. ف شوف يعتزون بأمريكا لأي درجة. هذا مبنى البلدية في كييف، مبنى بلدية كييف. هذه الخيمة معتصمين فيها لهم يمكن 4 شهور 5 شهور، معتصمين يبون يطالبون بخفض فواتير أو تعرفة الكهرباء والماء. ف يعني شوفوا الناس تعتصم الطالب، أكيد البلدية ما راح يحطون فلوس الماء والكهرباء بجيبهم، أكيد هم بناء على مصاريف وحسابات، ويعني ما يوب كيفهم مقرروا. بس شوفوا شلون الديمقراطية لما يصير الثوار يأخذون، يعني يعتقدون أن كل شيء حصلونه بالاعتصام، هذيلا 4 5 شهور ينامون داخل خيمة. إذا حصل مجال أروح عليهم أصورهم إن شاء الله. يعني لو مطالبين بفلوس مسروقة مثلا ماكو مشكلة، لكن طالب بتخفيض تعرفة الكهرباء والماي، يعني كيفك تبي تخفض ولا شنو؟ اصلا بين الناس ما عندها شغل، لو عندها شغل ما قعدت بخيمة. 4 5 شهور قاعد بخيمة، مخلي شغلك مخلي بيتك، كل ما امر القاهم قاعدين داخل، اظن ساكنين بالخيمة. فيعني لا تعليق. هذا لما يصير الغوغائية لها يعني صوت مسموع بسبب هذه الثورات او ثقافة المظاهرات. شوفوا سعر الدولار اليوم 27 او تقريبا 28، قربنا الا شوية، يعني من 7 كان الى 28.